دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، حار على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون معتدل على اغلب الانحاء، في رياح قد تكون مثيره للمال والاتربه على المناطق المكشوفه بالقاهره الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد. كمان التعرض المباشر لاشعه الشمس بيزيد من احساس بارتفاع درجات الحراره. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان احنا بقى لنا كذا يوم في موجه حاره كده، ودرجات الحراره يمكن بتصل الى 38 و39 ويمكن اكثر كمان في اشعه الشمس. هو طبعا بالفعل ما زلنا متاثرين بالموجه الشديده الحراره اليوم، وممكن كمان لحد نهايه الاسبوع ما زالت الموجه شديدة الحرارة بتأثر على معظم محافظات الجمهورية، لأن مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا كتل هوائية صحراوية جاية من أماكن صحراوية، الكتل دي مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، بالإضافة كمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس الأجواء المشمسة، وبيساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة. اليوم هيكون ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة، لأنه متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى في الظل توصل 41 درجة مئوية، وأكيد طبعا التعرض لأشعة الشمس يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى من 41، ده بالنسبة للقاهرة الكبرى. المناطق الموجودة في جنوب البلاد ما بين 44 و45 درجة مئوية، فبالتالي أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار، وده في معظم محافظات الجمهورية وخاصة في المحافظات الداخلية. الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط بتكون طبعا قيم درجات حرارتها أقل، فأجواءها بتكون حارة فترة النهار. فترات الليل كمان مع غياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن احنا عندنا ارتفاع في قيم درجات الحرارة الصغرى عن الليالي الماضية. صغرى فترة الليل بتسجل ما بين 27 و28 درجة مئوية، فأيضا أجواء الليل هي أجواء مائلة للحرارة في معظم المحافظات. كمان اليوم طبعا متوقع هيكون في نشاط للرياح، وطالما الكتل الهوائيه صحراويه وفي نشاط للرياح، فاكيد نشاط الرياح ده هنلاقيه مثير لبعض الرمال والاتربه، وخاصه بعد فتره الظهيره. يعني هي رياح مثيره للرمال والاتربه، مش مجرد شوائب عالقه. فتره الصباح هتكون شوائب عالقه، لكن مع فتره المساء يعني بعد فتره الظهيره هتكون نشاط رياح مثير للرمال والاتربه، ممكن يؤدي لانخفاضات في الرؤيه الافقيه خاصه في الاماكن المفتوحه والاماكن المكشوفه في محافظات شمال الصعيد، الوجه البحري، القاهره الكبرى، مناطق من مدن القناه، وايضا مناطق من جنوب سيناء، بالاضافه كمان نشاط رياح فقط مش مثير للرمال والاتربه في جنوب الصعيد. بس بصفة عامة هنقدر نقول مع الارتفاعات الموجودة في قيم درجات الحرارة التربة مفككة بشكل كبير، فأي نشاط رياح موجود ممكن يثير بعض الرمال والأتربة. بالظبط. كمان حصل اعتدال كامل في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر بعد ارتفاعات الأمواج اللي شفناها خلال الأيام الماضية، كانت وصلت لثلاث أمتار. ويمكن كمان تجاوزت الثلاث أمتار، وصلت في بعض الأيام لأربعة ونص متر. الحمد لله حصل اعتدال كامل في حركة الملاحة، انخفضت الأمواج، تراجعت الأمواج ما بين 1.5 إلى 2 متر، ده طبعا في البحر الأحمر. البحر الأحمر مؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، وهكذا طبعا البحر المتوسط معتدل تماما ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. موجة شديدة الحرارة دي مكملة معانا حتى نهاية الأسبوع، يعني لحد يوم الخميس مستمر معانا الارتفاعات الملحوظه في قيم درجات الحراره، والعظمى فتره النهار اللي هي ما بين 38 الى 40 درجه مئويه، فلازم بقدر الامكان ناخد بالنا ونعمل احتياطاتنا، واهمها التعرض مباشر لاشعه الشمس بقدر الامكان فتره الظهيره، وخاصه من الساعه 12 واحدة الظهر لحد الساعه 4 5 العصر، بقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس بشكل مباشر. لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع يكون معايا غطاء للراس طبعا، وشرب كميات ميه كافيه طبعا، كميات ميه يعني او سوائل. طيب حابه اطمن من حضرتك بس عن نسبه الرطوبه وكمان عن الشبوره المائيه. هو طبعا الحمد لله في الموجه دي نسب الرطوبه منخفضه، لان الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه صحراويه، فده بيخلينا نحس ان قيم درجات الحراره لو انا موجود في اماكن ظل ما بيزيدش بشكل كبير، لان نسب الرطوبه منخفضه عن طبعا فصل الصيف، لان معظم الكتل الهوائيه بتكون جايه من على البحر المتوسط، لكن احنا خلال هذه الموجه من اليوم الكتل جايه من
حرارة الجو. تقيم درجات الحرارة بالظبط، وطبعا تأثير الشجرة المائية ما بيبقاش مؤثر بشكل كبير أو واضح بشكل كبير، خاصة مع ارتفاع قيم درجات الحرارة الصغرى، فما فيش أي تأثير للشجرة المائية. لكن طبعا الأتربة العالقة فترة الصباح ممكن تأثر بانخفاضات في الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وخاصة الطرق الصحراوية اللي بتبقى فيها أماكن مكشوفه بشكل كبير، فبيبقى بدل الشبوره المائيه هنلاقي الشوائب والأتربة العالقه. طبعا نقول بس ان احنا مهم ان احنا نتابع نشرات الجويه في الوقت بس هل فعلا يا دكتور ان احنا في الوقت اللي احنا فيه ده اكتر او من يعني من اكتر من 10 سنين لم تسجل درجات الحراره هذه الارتفاعات في مثل هذا الوقت من العام؟ لا، هو الوقت ده من السنه احنا بنسجل فيه اعلى درجه حراره على مدار العام كله، لكن احنا قبل كده في الاعوام السابقه سجلنا في فصل الربيع تحديدا واللي بنسجل فيه اعلى درجه حراره على مدار العام كله تجاوزت ال 45 درجه مئويه وال 46 على القاهره. على ما اتذكر فعلا حصلت من كذا سنه كده. لكن احنا في الوقت ده بنسجل اعلى درجه حراره على مدار العام كله، ويمكن احنا في موجه سابقه خلال هذا العام سجلنا قيم درجات حراره اعلى من الموجه دي وصلت 42 درجه مئويه، لكن الاستثنائي في الموجه دي هي طول الموجه، احنا دايما متعودين على موجات ارتفاع قيم درجات الحراره بتبقى مدتها يوم اثنين ثلاثه بالكثير، لكن دي موجه تجاوزت الاسبوع، والاستمرار ارتفاع قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 5 لـ6 درجات، ده يخلينا نحس اكثر في ارتفاع قيم درجات الحراره. حضرتك بتقولي انها تنتهي ان شاء الله يوم الخميس وتبدا الانكسار في درجات الحراره من يوم الخميس ولا بدايه من الجمعه؟ لا، هيكون بدايه من يوم الجمعه، لسه يوم الخميس العظمى على القاهره الكبرى ما بين 39 الى 40 درجه مئويه، يوم الجمعه ان شاء الله هتنكسر حده الموجه، احنا طبعا مش بنقول هنرجع للاجواء الربيعيه اكيد مش العشرينات هنرجع تاني للاجواء اللي هي يعني اوائل الثلاثينات او ما بين 35 34 درجه مئويه، فهنتحول من الاجواء شديدة الحرارة دي الأجواء الحارة فترة النهار، وده يعتبر المعدلات الطبيعية أو حتى ممكن يكون أعلى من المعدل في درجة أو درجة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا لحالة الطقس في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها كالمعتاد من العاصمة من القاهرة، والقاهرة العظمى 41، الصغرى 28، عاصمة إدارية 41 28، اسكندرية 33 24، العلمين الجديدة 33 23، مطروح 35 23، دمياط 33 23، بورسعيد 33 23، اسماعيلية 42 24، السويس 41 26، العريش 36 18، كاترين 32 13، طابة 35 24، حلايب 34 24، شلاتين 38 25، شرم الشيخ 39 27، الغردقة 39 27، الفيوم 41 24، بني سويف 41 24، الوادي الجديد 44 27، أسيوط 42 25، سوهاج 43 26، قنا 43 26، الأقصر 45 27، وأخيرا أسوان 45 28. احنا مستمرين في ارتفاعات درجات الحرارة حتى يوم الخميس المقبل بإذن الله، وكمان في بعض الرياح المثيرة للمال والأتربة، نخلي بالنا بس الأجواء غير مستقرة، حارة جدا خلال ساعات النهار، فالكبار السن والأطفال اللي ما عندهمش حاجة يعني مش مضطرين ان هم ينزلوا، لكن لو اضطروا ان هم ينزلوا لازم يكون في غطاء للرأس وشرب كميات كافية من المياه، وان احنا نقف مش تحت أشعة الشمس المباشرة.